هذه المنافسة التي شاهدناها من خلال أشواط الإنتاج شوطنا 23 يأتي بهذه المفاجأة. ما شاء الله الشكل الجميل والرائع، وينطلق شوطنا 24. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام، إلى فاضل انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة، وانطلاقة شوطنا 24 الخاص بالحقائق الابكار الانتاج. نتقدم مع هذه الاسماء ومع صدارة الشوط ومع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة نتابع هذه التحديات. 3 كيلومترات بانتظار هذه الاسماء المشاركة المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار. وأتابع مقدمة الشوط وأول المراكز، ذهول عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي على المركز الأول، مقدما لنا ذهول المركز الثاني. شوف القدوم والانطلاق على المركز الثاني في هذه اللحظات. انطلاقة اللي على المركز الثاني هي نيران سهيل بن سالم بن حمرور العامري على المركز الثاني، والمركز الثالث الفائزة مكتوم بن سعيد بن محسن الفلاحي قادم مع الفائزة بانطلاقتها وبحضورها الجميل. المركز الرابع اشوف القدوم والانطلاق من عالية، حميد بن سعيد المنصوري يهاجم مع عالية بالمركز الرابع. المركز الخامس قادمة هي عذبة حياب بن مطر بن سعيد بن حاذة الاكتبي على المركز الخامس، والمركز السادس هذا شعار بن كردوس قادم يتقدم هناك مع الظبي ومحمد بن حمد بن كردوس الأمري، والقادم في هذه اللحظات شعار بن ضبيب المهاجم مع ريماس سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يقترب ويتحرك في هذه اللحظات. وأتابع أيضا الوصول والانطلاق من الظبي علي بن سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي، وكذلك وصول ضوة طالب بن شريان بن محمد المري يعلن لنا قدومه وانطلاقه بن شريان في هذه اللحظات. هذه الأسماء يا من تتابع يا من تراقب هذا التحدي وهذا الانطلاق في هذه اللحظات، والعودة من جديد إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة الشوط. لأتابع في هذه اللحظات بن حمرور وانطلاقة شعاره، هناك المتجاوز على المركز الأول المنطلق على صدارة الشوط بن حمرور وحضوره وانطلاقات هذا الشعار بحضور نيران سهيل بن سالم بن حمرور العامري ينطلق يتجاوز الأسماء يندفع بمقدمة الشوط يهاجم من أجل الصدارة والانتصار. المركز الثاني عالية أحمد بن سعيد المنصوري ينطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث شعار بن ضبيب يقترب بن ضبيب مع ريماس سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، والخمسمائة متر الأخيرة شعار بالكيلة قادم سعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة العامري مع الظبي. ولكن شوف بن حمرور يا بن حمرور انطلق على المقدمة، انطلق على صدارة الشوط بن حمرور هناك، وبن ضبيب قادم، بن ضبيب قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن بن حمرور راعي نيران انطلق بالفوز، انطلق بالناموس وبالانتصار راعي نيران سهيل بن سالم بن حمرور العامري انتصل غادر بالفوز غادر بناموس الشوط. سلامي عليك يا بن حمرور سلام هذا الفوز. المركز الثاني كان شعار ريماس سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، والمركز الثالث سعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة العامري مع الظبي، والمركز الرابع كانت انطلاقة هنالك عالية حمد حميد بن سعيد بن المنصوري، والمركز الخامس كانت الانطلاقة لهقوة علي بن خليفة بن محمد بن شاهين. المرر تهانينا والناموس للجميع. العودة إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول ولحظة انطلاقة نيران بشعار سهيل بن سالم بن حمرور العامري، والتهنئة لسعيد بن محمد بن حمرور العامري من تابع نيران بهذا الانطلاق
وبهذا الاندفاع الكبير مشكور يا بن حمرور. التوقيت الزمني لحظة وصول إيران. بتابع التوقيت الزمني مع نيران بشعار بن حمرور في هذه اللحظات. مع لحظات الوصول والفوز والانتصار بناموس هذا الشوط كان مع نيران بشعار سهيل بسالم بن حمرور العامري من حل بالمركز الأول مختطفا للناموس. 4:20 ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثاني كان شعار ريماس 4:21 أربع أجزاء من الثانية سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي. والمركز الثالث هذا شعار بالكيلة 4:23 سبع أجزاء من الثانية كانت الضبي بشعار سعيد بن محمد بن سعيد بالكيلة العامري. تهانينا والناموس يا أبو محمد على هذا الفوز. والمركز الرابع 4:24 خمسة أجزاء من الثانية اللي كانت على المركز الرابع بشعار حميد بن سعيد المنصوري عالية. والمركز الخامس هذا شعار بالصلف هو اللي حل على المركز الخامس مع هقوة 4:25 ستة أجزاء من الثانية علي بن خليفة بن محمد بن شاهين بالصلف المرر. تهانينا والناموس للجميع.